للجمهور العراقي مجموعة أكاديمية متخصصة في استطلاع الرأي تقصة اتجاهات الجمهور في تعرضه للقنوات الفضائية المحلية وبرامجها المختلفة، حيث تمخض هذا الاستطلاع عن تكريم عدد من القنوات الفضائية التي لبت تطلعات الجمهور بنسبة متفاوتة في تناولها للأحداث المختلفة. وكانت قناة الرشيد الفضائية في مقدمة القنوات المكرمة، أما القنوات التي لم تدخل ضمن هذا التكريم فكانت تحت ناقوس خطر يجسد ميولها السياسي والاجتماعي المتحيز. كانت قناة الرشيد بالصف الأول من القنوات التي كرمت، وهي تستحق وتستأهل أن تكون كذلك بما تقدم من برامج، من مذيعين، من مراسلين، من مواضيع تناقش ليس على الصعيد السياسي الإخباري فقط، وإنما حتى على الثقافي الاجتماعي الطبي الرياضي. لذلك تعلقت قناتكم وتعمقت، نسأل لها مزيد من التقدم. أنا من متابعين جدا، والرشيد حاطها على الأولويات القنوات اللي أتابعها. أنا من الصبح لليل أشوف برامج وألعب بالأخبار، وهي شغلتنا هاي. فأنا يعني معجب بها، معجب بمهنيتها وحياديتها منذ انطلاقها لحد الآن، وأعتقد المستقبل هو للقنوات أو لوسائل الإعلام المستقلة التي تنأى بنفسها عن الصراعات والمناكفات الموجودة بالداخل. إحنا كإعلاميين شغلنا ليس تأجيج الفتن، وإنما شغلنا إطفاء الحرائق، وأعتقد قناة الرشيد مطفئ حرائق. استطلاع شمل عينة قوامها 1000 شخصاً توزعوا على 15 محافظة عراقية، كانوا من فئات علمية وأكاديمية مختلفة، وقد اتخذ معايير ومحددات مهنية في استخراج نتيجة الاستطلاع. احنا بالنسبة للاستطلاع اللي اجريناه الآن وضمن باكورة أعمالنا حول قياس آراء الجمهور العراقي أزاء نسبة المشاهدة بالنسبة للقنوات العراقية المحلية وبالنسبة للقنوات العربية والقنوات الناطقة بالعربية، كانت الاستطلاع قائم على أنه فقط أخذنا عينة اللي يشاهدون القناة عبر الشاشة. معايير أكاديمية صرف، لأنه المجموعة التي قامت بهذا الاستطلاع وهو استطلاع لمعرفة رأي الجمهور العراقي بالقنوات الفضائية المفضلة لديه، هذه المجموعة تتكون من أساتذة أكاديميين، لذلك فإن هذا الاستطلاع يعد الاستطلاع يعني في رأيي الاستطلاع الأول الأكاديمي الذي أجري بشكل موضوعي ومحايد. وبالمناسبة أيضا أهني قناة الرشيد لفوزها بإحدى جوائز هذا الاستطلاع. وجود القنوات العربية في مقدمة الاستطلاع وحصولها على شغف واهتمام الجمهور بشكل مستمر وملحوظ يعد فشلا لبعض القنوات المحلية أو تنبيها لتصحيح مسيرتها الإعلامية والعمل على تطوير مهاراتك كوادرها. ضحى عنبر، الرشيد.